الراديو 90 90 هواها مصري. تربيتهم تغذيتهم كل حاجة عن حياتهم. أجيال على الراديو 90 90. ورجعنا لكم تاني في أجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى، مكملين حديثنا عن التوائم. وصلنا لمرحلة المستشفى بالظبط، اتولدوا واتفاجئنا بقى شبه بعض مش شبه بعض. بيني وبينك دي نقطه ولا ليها لازمه، لو الاثنين الحمد لله كويسين وصحتهم طبعا كويسه طبعا. يعني اخر حاجه تشغل بال الام المفروض. بس ليه دايما بيبقى عندنا احساس اكيد طالما توأم واحد فيهم هيروح حضانه؟ هو الحقيقه ان دي ما فيش قاعده طبيه بتحكمها، ولكن زي ما بقول وارد ان الاثنين يحتاجوا دعم خارجي في الدخول الى الحضانه. وارد لواحد بس، وارد انه ولا واحد منهم يحتاج. يعني مش قاعده. اول حاجه انها مش قاعده، يعني اي ام دلوقتي بتسمعنا وهي حامل في توأم، مش شرط ان انت لما تولدي بالسلامه ان حد منهم هيروح للحضانه. ده مش شرط خالص، وارد ان الاثنين يدخلوا يعني برضو، بس بيدخلوا ليه؟ بيدخلوا هنا لاهداف تانية بقى خالص. ليه؟ لو اتولدوا بدري عن ميعادهم او اتولدوا حجمهم قليل، فهنا بيدخلوا الحضانه عشان ياخدوا مساعده. طيب انت ذكرتي نقطه مهمه قبل الفاصل، وهي نقطه الرضاعه. بيجي بانيك كده زي الام، بيجي لها نصايح عكس بعضها، رضايا كل واحد لوحده، رضايهم اتنين في نفس الوقت، فتلاقي ان الموضوع محتاج اكروبات عشان تعمله. نعمل ايه؟ طيب اولا لازم نعرف هنا شويه حقائق طبيه جميله جدا يا فاطمه. اول حاجه ان مخزون لبن الرضاعه عند الام بعد الولاده ليس له حد اقصى، بمعنى مش هو يكفي واحد بس. بالظبط، هي ممكن ترضع 10، فعلا 10 بالمعنى الحرفي. ليه؟ لانه اكبر محفز لافراز لبن الرضاعه هي الرضاعه نفسها. وبالتالي هنا الام لو اتكلمنا في حاجه مثاليه وحاجه بنقول عمليه، المثالي ان ممكن الاثنين يرضعوا مع بعض ودي ما فيش فيها مشكله، لكن زي ما انت بتقولي في العملي ان هم بيرضعوا بشكل تبادلي، يعني اللي هو واحد ورا الثاني. انا نصيحتي للامهات عشان تعرف تملك ان هي واحد واحد بالظبط. ودي نقطه يمكن ده مدخل مهم قوي لما سيحدث بعد كده، وتحديدا في اول شهرين. اي ام وخصوصا لو هي ام لاول مره وربنا سبحانه وتعالى اكرمها ونعم عليها انها عندها توأم، لازم من وجود حد بيساعدها بالمعنى الحرفي هنا. ليه؟ الجوز بقى صباح الفل. الزوج هو الشخص المثالي، بالمناسبه هو الشخص المثالي. الام او يعني سواء تيتا، مامتها او مامه الزوج، واحيانا بيكون المساعده من شخص غير متوقع على الاطلاق، وهو لو كان عند الام دي اشقاء يعني اطفال اكبر شوي، فممكن ان هم يساعدوها في بعض الاشياء البسيطه، ولكنها عند الام الحامل بتاخد فعلا من جهدها. بمعنى طبعا انا عايز اقول لك انه احيانا امهات ممكن احنا بنقول الكلام ده والناس تفتكر ان احنا بنهزر او بنضحك، لكن بيحصل احيانا ان في امهات بتتلخبط هو مين اللي رضع ومين ما رضعش. انت فاهمه قصدي؟ يعني هي بتنسى، لو مثلا عملت حاجه ورجعت تبقى مش عارفه مش فاكره قوي. وده بيحصل مثلا بالظبط، وده بيحصل مثلا لا قدر الله لو الطفل برضو عيان تبقى مش عارفه مين اللي خد الدواء بالظبط. اقول لدكتور رايي في الموضوع ده. الام اللي لسه مخلفه جديد سواء توأم او بيبي واحد، وحاسه ان انا وصلت لمرحله من قله النوم ان انا مش مركزه، حطي نقطه جنب السرير. بالظبط كده، ودي على فكره اللي بتتعمل الايدنتيكال دول بتقلي لبسوهم بقى واحد الوان واحد ساده واحد منقط. بالظبط كده، ودي نقطه جايه احنا هنقولها، اللي هو فكره عدم تشجيع توأمه التوأم، ان هم الناس كلها تقول لك ايه بيلبسوهم زي بعض ويجيبوا لهم نفس اللعب ويجيبوا لهم نفس الحكايه، وده غلط جدا زي ما هنعرف بعد كده. بيضحكوا على اهليهم بعدين. لا وغلط كمان، ده غلط على الصحه النفسيه للاطفال، لكن احنا بنتكلم في مرحله الشهرين الاوائل. فعلا ودي الكلام ده مذكور في كتب الطبية، انه المشاكل البسيطة خالص التي لا تخطر ليكي على بال كأم هتلاقي نفسك واقع فيها، تبتدي تقولي، لان في امهات ما بيعرفوش يرضعوا بقى اولادهم فبيرضعوهم بالرضاعة الصناعية، فيبقوا فعلا مش عارفين هم رضعوا مين، لو هم لابسين نفس اللبس مثلا، او ان هي رضعت حد وانشغلت بشكل او باخر، سابت المكان لدقايق وترجع. احنا ممكن نقول ايه؟ معقولة هتنسى؟ هي فعلا بتنسى، لان الام بتكون في حالة استرس وحالة اجهاد كبيرة قوي. وانا هنا برجع واقول تاني زي اول كده، المساعدة وتحديدا من الزوج، تحديدا من الزوج. ليه؟ لازم يكون في عملية تقدير. مش معنى كده ان الام اللي عندها توأم هي ام مسكينة او خالص، هي ام قادرة تماما على انجاز كل المهمات. نقدر نقول مضاعف. ايوه، محتاج ان حد يساعدها، لان الموضوع ما بيبقى سهل لعيل واحد بالبلدي كده ونشد شعرنا منه في الاول. بالظبط كده، اتنين دي الله يعينها. بالظبط، عشان كده طلب المساعدة. انا بقول هنا بقى للامهات، طلب المساعدة انا يعني نعكس بقى الآية، لان في بنات لما بيتجوزوا كده بيكسفوا يطلبوا المساعدة. على فكرة ده لن يقلل منك على الاطلاق. دكتور ممكن اطلب من اي حد. ايوه اقسم بالله، اي حد
اشوفه ماشي افتح الشباك يا جماعه حد يطلع يقعد عايز يتطوع معانا باي حاجه يكسب والله كان بيبقى صعب جدا. هنخش في مرحله ثانيه وهي مرحله ده سنانه لا ده ما سننش ده التنشئه بقى اللي هو بس النمو. بعد ما نطلع فاصل ونرجع نتكلم على الصراع بتاع النمو اللي احنا بنعمله في البيوت. رقم الاس ام اس 199 والتليفون 2 18 10 8 66 والفان بيج بتاعتنا راديو 90 90 على الفيسبوك. خليكم معانا.